اسمي منى، بيدلعوني التنحة. ايوه زي ما انتوا سامعين كده، التنحة. بس انا مش بقى في شغل اي حاجه، لما حد بيقول لي كده بقول له شوف انت فين وانا فين. انا ندى، شغاله جرافيك ديزاين من صغري، وانا بدور على حاجه بتشدني، بس لقيت نفسي مهتمه جدا جدا بالتفاصيل وخصوصا الالوان. انا محمود، بيقولوا عليا رغاي، يمكن سبب كلامي الكتير ده ان انا بحب اتكلم كتير في الحاجات اللي انا بهتم بيها. انا شغلانتي في مدينه السماء موشن جرافيك. كتير قوي من الناس بتسالوني يعني ايه موشن جرافيك، قالوهم الشخص اللي بيصمم الفيديوهات اللي بتشوفوها على بيج مدينه السماء. اول ما اتكلمت ما كنتش بقول بابا وماما زي باقي الاطفال العاديه، يعني بالعكس، يعني كنت بقول ابيض بدل بابا، مامبي بدل ماما، ما اعرفش ايه اللي جاب دي، بس ما علينا. بس دور في مدينه السماء مش صغير، يمكن تكون من المسؤوليه اللي عليا كبيره جدا. دوري في مشروع مدينه السماء انا مبسوطه بيه جدا، ومبسوطه ان انا ضمن فريق كبير زي فريق مدينه السماء. اشتغلت في مشروع مدينه السماء، وبإيدي الشرف طبعا اكون ضمن فريق كبير زي ده. بقيت احس ان انا عايزه اطلع كل اللي جوايا في التصميمات بتاعتي، بقيت عندي احساس كده ان انا عايزه الناس كلها تعرفني بمجرد ان هي تشوف التصميمات بتاعتي. مش سهله للاسف، لاني مسؤول اني اجاوب واتابع احلام الشباب. يا رب فيديوهاتي وشغلي يعجبكم، ولو عجبكم قولوا ايه يا بنت الله ينور، خلوا صوتكم يهز جيران المكان علشان يعني دفع اللي قدامي كده. طبعا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، واكيد انتم ملاحظين حاجه زي كده، بهزر معاكم طبعا. هقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه، عايزاكم كلكم تقولوا كلمتين حلوين على التصميم بتاعي لو عجبكم، ولو ما عجبكوش هتقولوا برده كلمتين حلوين. وحاليا في شباب مصريين كتير جدا في مشروع مدينه السماء. انا ايه، مش هتنازل عن حلمي في مدينه السماء. انا ندى، مش هتنازل عن حلمي في مدينه السماء. انا محمود، مش هتنازل عن حلمي مدينه السماء.